كيف كان بالإمكان أن تصبح الحياة الموسيقية الألمانية برمتها بين عشية وضحاها متواطئة مع النازيين؟ قدم فورت فينجلر عروضاً من الدرجة الأولى ما زلنا معجبين بها حتى اليوم. نحن شعب الموسيقى المختار في العالم. إنها دعاية. نصف عازفي فرقة فيينا الفيلهارمونية وضعوا في معسكر أوشفيتس واحد، هذا جزء منه. سجناء يهود يعزفون لحراسهم الألمان مقطوعات لموزارت وشومان وبيتهوفن. نجح النازيون في تدمير الكثير، أما الموسيقى فلا يمكن تدميرها. يمكنك المحاولة لكن هذا مستحيل. هنا أنيتا لاسكر، ألمانية يهودية من بريسلاو. أتحدث من معسكر بيرغن بيلسن، وكنت في معسكر أوشفيتس. سمعنا فجأة نداء باللغة الإنجليزية، لا أذكر تفاصيله تماماً، لكنهم طلبوا منا البقاء حيث نحن. لقد وصل الإنجليز، لكن لم يكن لديهم أي فكرة عما سيجدونه. كانوا يعتقدون أنهم سيحررون معسكر اعتقال، وما وجدوه لم يكن معسكر اعتقال بل خندق جثث. ما زلنا لا نستطيع إدراك ذلك، ما زلنا نعتقد أنه حلم. رأينا الإنجليز يقودون سياراتهم عبر المعسكر، رأينا أناساً لا يريدون إلحاق أي ضرر بنا بل مساعدتنا. لا يمكننا استيعاب ذلك. أحضروا لنا الماء 3 أسابيع ونحن محرومون من الماء، حتى مات الناس من العطش. هذا الصباح ماتت رفيقة أخرى لي. انهضي، أنت حرة، نحن أحرار. لكن الوقت كان قد تأخر للبعض، كان الوضع أصعب من أن يوصف. فجأة شعرنا أننا نعيش، نعم. لكن أعتقد أنكم سمعتم وصف المذيع ذنبلبيل معسكر بيلسن، لقد كان وضعاً يصعب وصفه. Here, over an acre of ground, lay dead and dying people. You could not see which was which, except perhaps by a convulsive movement or the last quiver of a sigh from a living skeleton too weak to move. This day at Belsen was the most horrible of my life. لم يكن في معسكر بيرغن بيلسن محرقة، أي أن المحتضرين البائسين لم يحرقوا كما في معسكر أوشفيتس، بل كانوا يتركون ليموتوا جوعاً. هنا انتشرت حمى التيفوئيد والقذارة والقمل، لا نظافة ولا إسعاف ولا أدوية. هناك صورة لأختي وهي تتحدث إلى جندي إنجليزي، وصورة أخرى لثلاث فتيات يمشين عائدات إلى المعسكر وأنا بينهن. منذ 3 سنوات وأنا محتجزة مع أختي. أنا معتقلة سياسية، فقد ساعدت أسرى حرب فرنسيين على الهرب عبر الحدود. أذكر أني كنت جالسة في مكان ما هناك، وقال لي أحدهم إن هناك سيارة جيب من قناة بي بي سي ويريدون إجراء مقابلة مع الناس. اذهبي إلى هناك،
كانت تلك أول تجربة لي مع الميكروفون. أود أولاً أن أقول بضع كلمات عن أوشفيتس. سجناء أوشفيتس القلائل الذين بقوا على قيد الحياة، جميعهم يخشون ألا يصدق العالم ما حدث هناك فعلاً. هناك ألقي أشخاص أحياء وأصحاء في النار، وسمعنا صراخهم من ثكناتنا، لذا كانت الموسيقى حاضرة دوماً لهذا الغرض. أنا نفسي كنت في الفرقة الموسيقية، لقد تم عزف الموسيقى لإخفاء أفظع الأشياء. كنت أعلم دوماً أن آلة تشيلو هي من أنقذ حياة جدتي، لقد كانت جزءاً من تاريخ عائلتنا. Of the family story. أكثر ما يعبر عن تدمير الحياة الموسيقية الألمانية، وهنا أتحدث من جانب مادي بحت، هو دمار المراكز والقاعات التي قدمت فيها الموسيقى، والتي كانت قد بلغت ذروتها. بعد الحرب العالمية الثانية، وجد المايسترو فيلهلم فورت فينجلر نفسه في مواجهة الأطلال. كان بنظر القوة المنتصرة مايسترو هتلر المدلل، فمنع من تقديم العروض وتعرض للمساءلة وألحق بإجراءات اجتثاث نازية. واجه فورت فينجلر أسئلة مزعجة كسؤاله ما إذا كان نازياً ومذنباً ولماذا لم يغادر ألمانيا؟ في عام 1947 برأته اللجنة وصنفته كتابع، ليظهر بعدها بوقت قصير مع أوركسترا برلين الموسيقية. كانت عودته إلى المسرح نجاحاً كبيراً. فيلهلم فورد فينجلر في عام 1886 في برلين، وحقق كموسيقي نجاحا مهنيا سريعا، ليقود في سن العشرين أوركسترا السيمفونية. يبدو مقنعا. بصفتي زميلا في المهنة أقول يا إلهي، لا يوجد ما هو أفضل من ذلك. أفكر أحيانا كيف يمكنه ضبط الفرقة كلها بهذا الشكل. هذا في الواقع أمر سيء للغاية. فالاستماع إلى فورت فينجلر يفتنك ويمنحك بهجة ومتعة لا تصدق، لدرجة تجعلك تشعر بالضآلة والضعف. أعتقد أن شيئاً ما كان ينبعث منه، شيئاً مميزاً يتجاوز الموسيقى، شيئاً إنسانياً على وجه الخصوص. ثم فجأة عندما يقف على المنصة تعتليه البهجة والنشوة. لقد كان هذان العالمان. لا
إنه بلا شك موسيقي عبقري، لكنه استمر في العمل لصالح النازيين ومعهم. كواحد من الشعب الألماني لم يكن لديه أي تعاطف خاص مع الضحايا، بل على العكس كان تعاطفه الوحيد كما يقول مع الألمان الذين يعانون تحت سلطة الجيوش الأجنبية. هذا ما أثر به وجعله يعاني. في بداية الثلاثينيات اعتبرت ألمانيا بلد الموسيقى، وكانت تحتضن أنواعاً مختلفة من الموسيقى التي أثارت إعجاب الجمهور، كالموسيقى الخفيفة والكلاسيكية والجديدة والجاز. بعد وصول النازيين إلى السلطة في يناير عام 1933 انتهى هذا التنوع الموسيقي. قام مستشار الرايخ الجديد أدولف هتلر بإلغاء سلطة البرلمان في غضون أسابيع، وعين نفسه قائداً يحدد حتى ما يعزف من موسيقى. ما هو مؤكد هو ضرورة التعامل مع الموسيقى على أنها أكبر عامل لتشكيل المشاعر والأحاسيس التي تحرك العقل، وهي تبدو الآن أقل ملائمة لإرضاء العقل. اتسمت الفترة التي تلت الاستيلاء على السلطة مباشرة في عام 1933 بما يشار إليه دوما بالتطهير الوحشي، فقد أدى العنف الهائل الذي مورس مراراً وتكراراً في الشوارع وأحياناً في قاعات الحفلات الموسيقية إلى مغادرة عدد كبير جداً من الموسيقيين لألمانيا وهربهم من الاضطهاد والملاحقة. كان جوزيف غوبلز وزير الدعاية النازية في النظام النازي هو المسؤول عن الموسيقى والثقافة في الدولة النازية، فقام بعد توليه السلطة مباشرة بتأسيس غرفة ثقافة الرايخ، والتي تضمنت أيضاً غرفة موسيقى الرايخ والتي ألزم الموسيقيون والموسيقيات بالانتساب لها. سمحت هذه المؤسسات لغوبلز بالتحكم في الحياة الثقافية الألمانية وتوزيع المناصب والألقاب على الفنانين الناجحين. سيداتي وسادتي، اسمحوا لي أن أعلن لكم أسماء رؤساء الغرف. بموجب القانون سأتولى أنا إدارة غرفة ثقافة الرايخ ككل، أما غرفة موسيقى الرايخ فسيرأسها المدير العام للموسيقى الدكتور ريشارد شتراوس، ومن أعضاء مكتب الرئيس المدير العام للموسيقى مستشار الدولة الدكتور فيلهلم فورد فينجلر. بصفته نائب رئيس غرفة موسيقى الرايخ، أصبح الفنان غير السياسي فيلهلم فورد فينجلر شخصية سياسية، كما حصل أيضاً على اللقب الفخري مستشار بروسيا. كان فورد فينجلر مهماً جداً للنازيين، حتى إنهم وضعوه على قائمة ما يسمى بالفنانين الموهوبين إلهياً. اعتبرت الموسيقى من أكثر الفنون الألمانية التي تنبعث من الروح العرقية مباشرة، وبما أن الموسيقى مهمة جداً كان يجب دعمها أكثر. لم يسبق قبلها أن أنفقت دولة ميزانية كبيرة كهذه على الموسيقى، فقد كان يفهم أن للموسيقى تأثيراً عرقياً، ليس تعليمياً فحسب بل وعرقياً أيضاً. قال النازيون: نحن أمة ثقافية وشعب ثقافي، ولا يمكن اتهامنا بفعل أي شيء مخالف لذلك. هذا هو تبريرنا، نحن أمة ثقافية والثقافة هي غطاؤنا.
كان هدفهم الحصول على اعتراف عالمي وعظمة وفخر وطني، لكن عندما أصبحت الموسيقى مهمة جداً للعرق كان لابد من القضاء على كل ما يسمى بالأعراق الغريبة. لدينا مسرح ألماني وفيلم ألماني وإعلام ألماني وأدب ألماني وفنون تشكيلية ألمانية وموسيقى ألمانية وإذاعة ألمانية. والاعتراض الذي أثير ضدنا في الماضي بأنه لا توجد طريقة للتخلص من اليهود في الحياة الثقافية والفنية بسبب عددهم الكبير جدا وبأننا لن نستطيع ملء الأماكن الشاغرة، هذا الاعتراض تم دحضه بشكل رائع. نعم، لقد قال غوبلز يمكننا استبدال هؤلاء الموسيقيين اليهود ببراعة، لسنا بحاجة لهم، لكني أعتقد أن الحاجة إليهم ظلت باقية حتى في ألمانيا. بريسلاو على بعد نحو 300 كيلومتر شرق عاصمة الرايخ برلين، اسمها اليوم مدينة فروتسواف وتنتمي لبولندا. هنا ولدت أنيتا لاسكر في يوليو عام 1925 من عائلة يهودية ألمانية. أنحدر من عائلة كانت تعتبر عادية تماماً في ذلك الحين. كانت الموسيقى أمراً طبيعياً وحاضرة دوماً ببساطة. كان هذا قبل وجود التلفزيون. كانت الموسيقى تعزف في المنزل. كانت والدتي موسيقية أيضاً، وبالتالي كان لدينا موسيقى طوال الوقت. توجد صورة لي وأنا أجلس على الأرض ومعي مكنسة صغيرة ومشط وأمامي ورقة نوتة موسيقية وأتظاهر بأني أعزف على تشيلو، مما لفت انتباه والدي ليعرفا أن طفلتهما تريد العزف على تشيلو، فاشتريا لي واحداً صغيراً. أول معلم لي كان اسمه السيد أوتو. بعدها بدأنا نعاني من صعوبات تدريجياً. عندما كبرت وأردت العزف على تشيلو، لم يعد هناك أستاذ تشيلو في بريسلاو يرغب بتعليم طفلة يهودية. كنت مؤخراً في بريسلاو وذهبت إلى المكان الذي كان فيه المنزل. تجولت في أنحاء المدينة لأشكل انطباعاً عن المكان. مشيت إلى محطة القطارات الرئيسية وإلى الجامعة. لقد كانت هناك عائلة يهودية ألمانية مثقفة وآمنة، كانت تعيش بأمان إلى أن تغير كل شيء فجأة. ثم شاءت الظروف أن يتم إرسالي إلى برلين، حيث كان لا يزال هناك مدرس تشيلو يهودي قام بتعليمي. كان هذا قبل وقت قصير من 9 نوفمبر. إذن كنت في برلين وأعطاني ليو روستال دروساً في تشيلو، واستمر هذا والحمد لله 6 أشهر. كانت هذه مادة جيدة، وكان لدي شيء أعود إليه على الأقل. ثم جاءت ليلة البلور، والتي سمح فيها للنازيين بشن هجمات على اليهود، فاتصلت بي أمي وطلبت مني العودة إلى المنزل فوراً. في تلك اللحظة تغير كل شيء. كنت أعلم حينها أنني لا أستطيع البقاء هنا، لكن للأسف كان الوقت قد فات. ذروة الموسيقى في وسط الإيقاع وليس في البداية. كان ذلك مبكراً جداً لديك ولديك أيضاً. لا تبالغ في البداية، بل بشكل شجن فقط. لنعد من جديد. نغمات متتالية دون انقطاع رجاءً. الافتتان بفورت فينغلر يبدأ بالطريقة التي يتصرف بها ويتواصل بها مع الموسيقيين والجمهور، حينها لم يكن هناك مثيل له.
لكن كل قائد موسيقي عظيم منذ ذلك الحين، وبالتأكيد جميع قادة الفرق الموسيقية المعاصرين العظماء اليوم، قاموا بنسخ شيء ما من فورت فينغلر من أجل تحقيق ما أرادوه كموسيقيين. كان النغم تلقائياً تماماً، حتى حريته بالإيقاع كانت تتمتع ببساطة مذهلة. كان لابد طبعاً من الدخول إلى عالمه، فنهجه لم يكن عمودياً، بل كان في الغالب مرناً جداً وطبيعياً أيضاً. يشعر المرء وكأنه يؤلف المقطوعات الموسيقية أثناء قيادته لها. لم يكن هناك أي شخص ببساطة يمكن أن يمثل فورت فينغلر كرمز للموسيقى الألمانية إذا جاز التعبير. لقد قاد أهم فرق الموسيقى في ألمانيا كفرقة الفيلهارموني البرلينية وفرقة شتاتس كابيلا، وقد مكنه ذلك من امتلاك ذخيرة موسيقية ثرية منحته وضعية مميزة. بدا الأمر بطريقة ما مختلفاً وأكثر حرية وقتامة. لم يكن رائعاً بطريقة ما، لكنه ترافق مع ذلك بعنف هائل دون أن يكون عنيفاً. كانت لديه قوة كبيرة في الإقناع. كان دائم الحديث عن الموسيقى الألمانية، وهذا ما قد يكون أكثر من اللازم، لكنه كان أمراً مهماً للغاية له كأهمية بقائه في ألمانيا. لا يوجد شعب ولا بلد يمكنه التنصل من اللغة القوية للموسيقى الألمانية أو الانغلاق عنها، لكن هذه الموسيقى الألمانية ليست جزءاً منا فحسب، بل هي تخبرنا أيضاً كيف نكون نحن الألمان في أفضل ما لدينا حقيقة. لقد جاء من عائلة لا تناقش فيها سوى الأمور الجمالية كالحديث عن مايكل أنجلو. كان على دراية بجميع مجالات الفن، ولكن فقط في هذه المجالات كان الفن محور حياته. أما السياسة فكان لا يعيرها أهمية برأيي. كان فورت فينغلر على قناعة بأن السياسة والفن مجالان منفصلان تماماً، وأن على الموسيقى أن تكون خالية من التأثير السياسي، لأنها تجسد القيم الأبدية إذا جاز التعبير، ولأنها بمستوى أرقى من السياسة اليومية. ما يهم وزير الدعاية غوبلز هو السلطة والسيطرة، وفي الفن أيضاً. كانت أوركسترا برلين الفيلهارمونية مهمة للغاية بالنسبة له. في عام 1933 واجهت الفرقة التي يديرها قطاع خاص صعوبات مالية. قام غوبلز بتأميم الفيلهارمونية وتحويلها إلى فرقة أوركسترا الرايخ. بهذا تم حفظ وظائف الموسيقيين، لكن ما الذي حدث للموسيقيين اليهود الأربعة بمن فيهم قائد مجموعة الكمان الأولى شيمون جولدبرغ؟ من المعروف أيضاً في حالات الموسيقيين الأربعة أنهم تعرضوا لضغوطات متزايدة أو لم يتم تمديد عقودهم، فطردوا جميعهم من الأوركسترا بحلول عام 1935 على أبعد تقدير. دافع فيلهلم فورت فينغلر عن الموسيقيين، لكن ضغط النظام كان كبيراً جداً، وتعين على شيمون جولدبرغ والموسيقيين اليهود الآخرين في أوركسترا برلين الموسيقية مغادرة ألمانيا هرباً من الدكتاتورية النازية. كل شيء على نطاق أوسع قليلاً، لنعد عزف البداية. 2 3 في عام 1934 قام فورت فينغلر بحملة من أجل الملحن باول هندمت، والذي أراد قيادة سيمفونيته ماتيس الرسام مع فرقة برلين الفيلهارمونية، لكنه تصادم مع غوبلز الذي منع الحفل.
فألحان هندمت الجديدة لم تكن مقبولة للنازيين. كان برنامج أوركسترا برلين الفيلهارمونية الموضوع الوحيد الذي واجه به فورت فينغلر النظام. بعدها لم يعد لديه أي مواجهة أخرى مع النظام، فقد قاموا بترهيبه، وكان خائفا جدا على منصبه ومصالحه الشخصية في حال عارض جوبلز مرة أخرى، ناهيك عن هتلر. الضغط الذي تعرض له فورت فينغلر جعله يقدم استقالته من منصب مدير أوركسترا برلين الفيلهارمونية، ويتنازل عن العمل في دار الأوبرا وعن منصبه كنائب لرئيس غرفة موسيقى الرايخ. تلاعب به جوبلز بطريقة تلاعب الشيطان بفاوست. العلاقة بين فورت فينغلر وجوبلز هي اتفاقية كالتي عقدت بين فاوست والشيطان. الحقيقة هي أنه بقي وشارك بطريقته الخاصة موسيقيا. في ربيع عام 1935 عاد فيلهلم فورت فينغلر إلى منصة العرض، فقاد أوركسترا برلين الفيلهارمونية من جديد. أعيد تأهيل فورت فينغلر ليحتفل به بعدها من قبل الجمهور وكبار القادة النازيين. وهكذا أبرم اتفاقه مع الشيطان. كانت الصفقة أن يبقى في ألمانيا ولا يتمرد ويقود حفلات الموسيقى للنازيين أينما أرادوا. لقد قدم موسيقى تحت صليب نازية معقوف عملاق لينحط بهذا أخلاقيا. حين تولى النازيون السلطة في عام 1933 كان عدد سكان الرايخ الألماني حوالي 65 مليون نسمة، من ضمنهم نصف مليون تقريباً من اليهود الألمان. وباعتبارهم ما سمي غير الآريين تم استبعادهم من الحياة المهنية، ليخسر معظم الموسيقيين اليهود الألمان وظائفهم. قلائل منهم كانت لديهم الإمكانية المالية للهجرة والتي كانت مكلفة للغاية، أما أغلبية من بقي في ألمانيا فبقوا فيها لأنهم يفتقرون للموارد المالية، وكان هذا أحد الأسباب الأساسية التي منعتهم من مغادرة ألمانيا. كثيرون بقوا للتعريف عن هويتهم الذاتية في ألمانيا، البلد الذي عاشوا وعملوا فيه لعقود وارتبطوا به بشدة. في عام 1933 أسس الموسيقيون اليهود العاطلون عن العمل الرابطة الثقافية لليهود الألمان، كانت كمبادرة للمساعدة الذاتية تسمح للموسيقيات والموسيقيين اليهود بالاستمرار في العزف مع فرقهم الموسيقية، وكانت ميونخ إلى جانب برلين مركزاً لهذه الحياة الثقافية. المثير للاهتمام في هذه الروابط الثقافية هو أنها أبقت مثل هذه الحياة الثقافية اليهودية في ألمانيا النازية لفترة طويلة، والتي كانت طبعاً منفصلة بشكل صارم عن الجمهور، ويسيطر عليها النازيون بإحكام، لكنها من ناحية أخرى تسمح بعزف أعمال سمحت لليهود بإمكانية ربطها بتقاليد الموسيقى الألمانية، لكنها جعلتهم في نفس الوقت قادرين على إعادة التفاوض بشأن الهوية اليهودية. لا يزال شارع التسوق المركزي كاوفينغر شتراسي موجوداً هنا، وهنا مباشرة عند التقاطع مع الشارع الجانبي كان يقع المعبد اليهودي الرئيسي حتى عام 1938، حيث كانت تقام حفلات موسيقية كبيرة.
كان هناك على الأقل تاجرا موسيقى يهوديان في المنطقة المجاورة للمعبد اليهودي الرئيسي، حيث كان لا يزال بالإمكان شراء تسجيلات يهودية حتى منتصف الثلاثينيات. على بعد بضعة شوارع يقع شارع المتنزه، حيث كان هناك ما يسمى بالي بورتيا، والتي كانت تقام فيه الحفلات الموسيقية الأصغر لجمعية الثقافة اليهودية. بدأت عمليات الترحيل الجدية في عام 1942، وكانت تتم بشكل مختلف للغاية. بعض الناس تم اعتقالهم في الشوارع، أما نحن فتلقى والداي رسالة تخبرهما بالاتصال بجهة ما خلال 24 ساعة، وكانت الرسالة موجهة لوالدي فقط بدوني أنا وأختي رينات، وطبعاً أردنا الذهاب مع والدينا. الآن لدي شكوك حول ما قام به والدي. قال إنه سيذهب إلى الجستابو ويطلب الإذن. لم يكن منزلنا بعيداً عن الجستابو. أعتقد أن أبي سار حول المبنى مرتين وعاد وقال لنا: لا، لا يمكنكما أن تذهبا معنا. وقال كلماته الحكيمة التي ما زلت أسمعها حتى اليوم. لقد قال: المكان الذي سنذهب إليه يمكن الوصول إليه مبكراً بما فيه الكفاية. لقد نجونا نحن، أما هما فلا. هذا ما حدث. بعد ترحيل والديهما نقلت أنيتا لاسكر وشقيقتها رينات إلى دار أيتام يهودي في بريسلاو. كان عليهما القيام بأعمال السخرة في مصنع ورق. هناك استخدمتا وثائق مزورة لمساعدة أسرى الحرب الفرنسيين في الهروب. تم اكتشافهما وتقديمهما إلى المحاكمة. المجرمون يحاكمون، أما اليهود فيقتلون. هذا ما حدث. كنا محظوظتين بما يكفي لنبقى في السجن لمدة عام تقريباً، بدل إرسالنا إلى معسكر أوشفيتس. بداية ألقي بنا في السجن. حكم على أختي بالسجن مدة 3 سنوات ونصف، وحكم علي بالسجن 1.5 سنة. بعد عام ونصف تم نقلنا إلى معسكر الاعتقال الأكثر فظاعة، أوشفيتس. كانت السجون حينها مكتظة تماماً، وما الحاجة لليهود الذين يشغلون المكان هنا؟ لذا تم إرسالي إلى أوشفيتس. لم أقضي فترة عقوبتي، واعتقدت أني عندما أعود إلى ألمانيا ينبغي أن أعتذر لأنني لم أكمل فترة عقوبتي. حينها كان الناس يعرفون ما يعنيه معسكر أوشفيتس فعلاً، وأن من يسافر إليه يقتل هناك. كان هذا واضحاً، مما يعني أنه كان المحطة الأخيرة لي الآن. لكن الأمر جاء مغايراً لما اعتقدت. في تلك الليلة وصلت إلى أوشفيتس، وفي صباح اليوم التالي أجريت مراسم التسجيل. هنا يجب أن أذكر أنه كان هناك فرق بيني وبين بقية السجناء الذين نقلوا إلى أوشفيتس وعمليات النقل الضخمة لليهود. كانت عمليات النقل هذه ترافقها دوماً لجنة تختار من سيتم ترحيله إلى المحرقة ومن سيغادر. كنا ربما 10 بتهمة الإجرام، وأنا الوحيدة التي نجوت بينهم. أود أن أعيد ذكر ما حدث في أوشفيتس بإيجاز. عند وصولنا تم قص شعرنا ووشم رقم على أذرعنا، ثم حدث ما يلي. كان هناك العديد من السجناء يتولون مراسم تسجيل القادمين. سألتني فتاة: ما اسمك؟ من أين جئت؟ إلى متى ستستمر الحرب؟ دار هذا الحوار بيننا. كانوا يعتقدون أني جئت من الخارج، فقلت لها لا. فسألتني عما كنت أقوم به سابقاً، فأجبت بأني كنت أعزف التشيلو. فقالت: رائع، وأخبرتني بوجود كنيسة صغيرة هنا، وطلبوا مني البقاء مكاني. كنت عارية تماماً ومعي فرشاة أسنان. كانت هذه مساعدة كبيرة. أعطتني الفتاة فرشاة أسنان وقالت لي: ابقي هنا وانتظري. ثم ركضت وأحضرت قائدة أوركسترا الكنيسة، وكانت هذه ألما روزي. كانت متحمسة جداً وقالت: أخيراً ستصبح لدي آلة تشيلو في الفرقة، فقبلها لم تكن موجودة.
كانت هناك واحدة لكنها توفيت. في تلك اللحظة كنت قد وصلت في الوقت المناسب. رائع، كانت تلك المحادثة المجنونة. كنت أقف عارية وسألتني الماروزي أين درست وماذا درست، ثم قالت لي ينبغي أن أذهب إلى الحجر الصحي وأنها ستنقلني من هناك قريباً، وهكذا أصبحت في فرقة الكنيسة. جاهز للانطلاق. عند الفجر سيطير السرب فوق بحر إيجا. لا أعتقد أن هناك أي شيء حماسي أو عنيف في موسيقى فاغنر، إنها موسيقى جيدة للغاية، لذلك لا أرى فاغنر ضاراً كمؤلف موسيقي، إنه مجرد ملحن يحاول خلق أعمال رائعة. ما يثير الإعجاب دوماً هو أن هذه الموسيقى تمتلكك تماماً. هذا ما تتهم به أيضاً. تبدو موسيقى فاغنر ملائمة جداً لأيديولوجية النازية القومية، وبالطبع كان إعجاب أدولف هتلر بفاغنر هو القوة الدافعة وراء ذلك. كان ريشارد فاغنر على يقين طبعاً بإمكانية تمثيل حالة ذهنية في الموسيقى، لكن من الصعب الحصول على رأي واضح حقاً. منزل فان فريد في بايرويت كان سابقاً منزل المؤلف وأصبح الآن متحفاً. هنا يتم تخليد ذكرى مؤلف الأوبرا ريشارد فاغنر ومؤلف الكتب السياسية، كما قال اليهودية في الموسيقى. نشر فاغنر النص باسم مستعار أولاً في عام 1850، ثم باسمه في عام 1869. كان ريشارد فاغنر من أشد المعادين للسامية، وهو ما كان له وقع جيد في دوائر معينة في ألمانيا، وهذا هو سبب كتابة هذه المقالة عن اليهودية في الموسيقى، فهي في الأساس محاولة لاستخدام التاريخ اللغوي لشرح سبب عجز اليهود كيهود عن إنتاج الفن الأصيل، لأنهم لا يملكون أمة خاصة بهم إذا جاز التعبير، لأنهم في كل أمة يعيشون فيها يقلدون وينسخون فقط ما فيها، ولا يكونون في وضع يسمح لهم بإنتاج شيء أصيل خاص بهم. هذا طبعا محض هراء، لكنه بداية لتبرير ثقافي نظري لمعاداة السامية، وإذا سألتني فهذه هي الفضيحة الحقيقية لفاغنر. لا تربطني علاقة خاصة بفاغنر، ولم أكن لأذهب إلى بايرويت أبداً، لكنني عزفت 100 مرة أنفودة سيغفريد الرعوية. أعلم أنها موسيقى رائعة، كان الرجل عبقرياً لكنه مقرف تماماً. حسناً، عليه أن يكون معادياً للسامية، لكن ليس عليه أن يكتب كل هذا السم. لقد تجاوز بطريقة ما حدود معاداة السامية. كان ذلك بمثابة اختراق لمعايير مجتمع محترم ومثقف. لقد كان مؤلفاً موسيقياً، وهذا كان أعلى شكل من أشكال الجرمانية. كان مؤلفاً موسيقياً ألمانياً يعتبر أن معاداة السامية أمر مقبول. في الواقع كان من الضروري إن كنت مؤلفاً موسيقياً ألمانياً أن تكره اليهود. في شهر مايو عام 1938 أقيمت في دوسلدورف أيام موسيقى الرايخ،
وكان هذا نوعاً من عرض لما يسمى بالموسيقى الألمانية في ظل النازية. لكن الأمر كان يتعلق أيضاً بالأصوات التي تحتقرها عقيدة الحزب. موسيقى منحطة، تحت هذا العنوان نظم مدير المسرح الوطني الألماني في فايمر هانس سيفيروس تسيغلر معرضاً قام به بالاستناد إلى معرض صور بعنوان الفن المنحط، بتقديم أمثلة من مجال الموسيقى كان يعتقد أنها مروعة. كانت مهمة تحديد ما هو فن منحط أو لا مهمة صعبة للغاية. الفن المنحط هو ما يقدمه فنانون مرفوضون أو حيث يكون الوجه البشري مشوهاً. لا يملك اليهودي المشرد عديم الجذور ما يجعله يتلمس نقاء وصفاء الإحساس الألماني للفن، ما يسميه فناً يجب أن يدغدغ أحاسيسه المنحطة. لكن ما هي الموسيقى المنحطة؟ هنا قال أولاً إنها موسيقى فيها نشاز، فثالوث الموسيقى كما قالت سيغلر جرماني طبعاً، أما الموسيقى الناشزة فيهودية. أشارك عدداً من خبراء الموسيقيين البارزين والسياسيين الثقافيين وجهة نظر تقول إن النشاز هو نتيجة تدمير النغمة، وهو يعني الانحطاط والبلشفية الفنية. وبما أن النشاز له أساسه أيضاً في نظرية الانسجام التي يطرحها اليهودي أرنولد شونبرغ، فإنني أعلن أنها نتاج روح يهودية ومن يأكل منها يموت. كان معرض شتم مليئاً بالتناقضات. بهذا لم يتم التشهير بالموسيقيين اليهود فحسب، بل وبمؤلفين موسيقيين آخرين كالنمساوي الكاثوليكي إرنست كرينك وعمله أوبرا الجاز جون يعزف. كانت الشخصية الأساسية رجلاً أسود، موسيقي جاز أسود يفوز بامرأة بيضاء، كان يعتبر ذلك إهانة عنصرية. قام العالم الموسيقي ألبرش ديوملينغ ببحث المعرض النازي موسيقى منحطة ووثقه وعلق عليه في كتاب. لدينا في الكتاب غلاف كتيب الموسيقى المنحطة وعليه صورة موسيقي جاز أسود البشرة داكن اللون كرمز للانحطاط. إنه أمريكي من أصل إفريقي، لكنه صور بشكل مثير للاشمئزاز قدر الإمكان، بشفاه منتفخة بارزة وأقراط، ولكن في نفس الوقت مع قبعة أسطوانية وسترة رسمية بذيل. هنا لا يظهر الذيل، ولكنه موجود، ومع آلة ساكسفون كبيرة وكعلامة مميزة نجمة داود. تشير هذه الصورة في مضمونها إلى فكرة النازيين بأن تغلغل موسيقى الجاز في ألمانيا كان على يد اليهود، وهذا هو مثال تمازج الأعراق والذي يعتبره النازيون شيئاً منحطاً. عشية عيد ميلاد القائد هتلر تنقل إذاعة ألمانيا الكبرى مراسم احتفال الحزب القومي الاشتراكي العمالي الألماني. ستعزف أوركسترا برلين الفيلهارمونية بقيادة المايسترو فيلهلم فورت فينجلر السيمفونية التاسعة من سلمي ري صغير مع المقطع الأخير قصيدة الفرح للودفيغ فان بيتهوفن. يمكن القول إن حفلات عيد ميلاد هتلر كانت نوعاً من الاحتفال بالنازية، كما أن عيد ميلاد القائد في 20 أبريل كان أيضاً نقطة محورية للغاية في هذا الحدث، وحينها أصبح من الشائع إقامة ما يسمى بحفل عيد الميلاد قبل ليلة من العيد. قبلها بسنوات حاول جوبلز إشراك فورد فينجلر في حفلات عيد ميلاد هتلر، لكن فورد فينجلر تهرب من العرض بتقديم تقارير طبية. في عام 1942 انتصر جوبلز وأجبر فورد فينجلر على قيادة أوركسترا برلين الفيلهارمونية الموسيقية. ترجمة
حين سمعت الحفل لم تكن لدي أي فكرة عن المناسبة التي أقيم بها، لكنني ذهلت من روعتها، وهذا ما ينتقل من شخص لآخر، فقد كان حفلا مدهشا، وهذا يختصر كل ما يقال، عليك فقط الاستماع. كان حفلا موسيقيا، ما زال يترك انطباعا هائلا علينا اليوم أيضا، لكنه ترافق مع شعور كبير بالضيق حينها، رغم المردود الموسيقي الرائع. هناك أشخاص يصفونه بأنه حفل الألفية. إنه رجل بضمير اختار قمع ضميره. إنه حفل دعائي على مزاج جوزيف غوبلز تماماً، خضع له المايسترو. تعابير وجهه أثناء المصافحة تعكس ما كان يشعر به بوضوح. يقال إنه مسح يده بعد المصافحة أو شيء من هذا القبيل. كان موقفاً غريباً، ورغم حساسيته العالية فقد قدم سيمفونية بيتهوفن بطريقة رائعة للغاية، إلا أنه لم يكن يدرك ذلك حقاً لأنه كان مرغماً على فعل ذلك. حتى ولو لم نختبر مثل هذه المواقف بأنفسنا، إلا أن علينا أن نحكم. يجب أن يكون لدينا خط أخلاقي يخبرنا ما إذا كان تصرفنا صحيحاً أم خاطئاً، جيداً أم سيئاً. ماذا كنا سنفعل في مثل ذلك الموقف؟ ما دواعي ذلك؟ ما الفوائد التي سأجنيها؟ وما الأضرار؟ هل أنا تحت تهديد مميت؟ هل سأفقد حياتي إذا لم أقم بهذه الحفلة الموسيقية في عيد ميلاد هتلر؟ وإذا كان الجواب لا، إذا لم يتم إلقاؤك في معسكر اعتقال لعدم قيامك بذلك، فلماذا تقوم به؟ كنا نعزف على حوالي 40 آلة موسيقية، بعضها آلات كمان ومندولين وجيتار ومزامير وتشيلو واحد. كان معظمنا أطفالاً، وهو لا يمكنكم أن تتخيلوا ما كان هذا. لم تكن أوركسترا. رغم ذلك نجحت ألما، لا تسألني كيف، في تقديم شيء مقبول رغم كل الظروف. فلو كان عزفنا وتقديمنا سيئاً جداً لكانت تلك نهايتنا. كانت ألما روزي عازفة كمان استثنائية، حققت لنفسها مسيرة مهنية ناجحة في أوروبا في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي. كانت تنحدر من عائلة موسيقيين محترمة للغاية. كان والدها أرنولد روزي قائد أوركسترا فيينا الفيلهارمونية ومؤسس رباعي روزي، وكان خالها غوستاف مالر. كان التأكد من عزف الفرقة الجيد والحفاظ على جودتها أفضل طريقة بضمان بقاء الفرقة وأعضائها. ليس لدينا أي تسجيلات للفرقة طبعاً، لذا من الصعب التأكد من مستواها، لكن من المحتمل أنها كانت أقل سوءاً من فرق أوركسترا أخرى كثيرة في المعسكرات. حتى في معسكر الاعتقال كان الألمان يخاطبونها بالسيدة ألما، وهو أمر غير معقول. كنا نحن القذرين، أما هي فاسمها السيدة ألما. لقد كانت تتمتع بكرامة لا تخفى على أحد. في ثلاثينيات القرن الماضي أدارت ألما روزي أوركسترا نسائية صغيرة اسمها فتيات الفالتس من فيينا.
خبرتها كقائدة أوركسترا ساعدتها بعد ترحيلها إلى معسكر أوشفيتس بيركناو في عام 1943. كان على ألما روزي ترتيب وتنسيق مقطوعات موسيقية لأوركسترا المعسكر، إذ إن اختيار الموسيقيين والآلات الموسيقية في معسكر الإبادة تحدد بالصدفة. تم فرز الأشياء المختلفة التي أحضرها اليهود معهم واختيارها وتجهيزها لشحنها إلى ألمانيا. كانت هذه المرافق تسمى المخزن الفعال، كما كان يطلق عليه بلغة المعسكر كندا. فقد كانت كندا بنظر الأوروبيين في ذلك الوقت أرض الخير ووجهة المهاجرين، حيث يتدفق الحليب والعسل. كانت كندا هنا في هذا الاتجاه. تخيلوا الوضع التالي: عمليات الترحيل بدأت وسيتم طردكم من منازلكم، ولم يمهلوكم سوى 24 ساعة أو ساعتين، أو لا يمهلوكم أبداً. فماذا ستفعلون؟ حينها كان الناس يعتقدون بأنهم سيرحلون إلى الشرق ليستقروا هناك، فماذا سيفعلون؟ سينتعلون أفضل الأحذية ويرتدون ملابس رسمية ويأخذون الأشياء المهمة. وكان ما يهمني أنا هو آلتي الموسيقية، فإذا كنت أعزف على الكمان فسأخذ الكمان، ومن يعزف الناي سيحمل معه الناي، وعازف التشيلو سيحمل التشيلو. نتيجة لذلك كان معسكر بيركناو واحداً من أغنى الأماكن في أوروبا، لأن أفضل وأهم الأشياء التي أخذها الناس معهم حطت في بيركناو: تشيلو، كمان، كل شيء كان هناك. سأخبركم شيئاً عن أوامر العمل. كان الدخول والخروج بمرافقة الموسيقى دوماً. في أيام الشتاء القارصة لم يكن للسجناء جوارب يرتدونها، كما نزعت منهم كنزات الصوف في وقت مبكر لتعاد لهم في وقت متأخر جداً. هذا يعني أن الناس ماتوا متجمدين من البرد بكل معنى الكلمة. بعد الروتين الصباحي كان عليهم حمل كراسيهم وآلاتهم الموسيقية ليتجمعوا في هذه الساحة الصغيرة بجانب المدخل الرئيسي ويبدأوا عزف الموسيقى العسكرية، وكانت موسيقى ألمانية عسكرية معروفة جيداً. ثم يخرج آلاف السجناء للعمل في المصانع، الشيء نفسه مساء. كان من المهم جدا أن يكون العدد صحيحا، أي أن يكون عدد السجناء الذين غادروا المعسكر في الصباح نفس عدد من يعودون في المساء. إذا ماتت امرأة أثناء العمل لأنها قتلت أو لم تستطع المشي لأنها تعرضت للضرب، فيجب على سجناء آخرين حملها كي تكون الإحصائيات صحيحة. وعندما ينتهي هذا نعود إلى المعسكر ونحفظ النوتات الموسيقية عن ظهر قلب ونتعلم ما في جعبتنا. ففي يوم الأحد كانت تقام حفلة موسيقية وكنا نجلس هناك في مكان ما في المعسكر، وما زلت أذكر بعض الأماكن ونعزف هناك. نعزف لنسلي الحراس والسجناء، وكنا نسمع ردود الفعل وتفاوتها بشكل كبير، فالبعض اعتبرها إهانة. لكنني قرأت أيضاً عن سجناء قالوا إنهم بسماع الموسيقى حلموا بالخروج من الجحيم لبضع دقائق.
عندما زرت أوشفيتس أردت رؤية القاعة رقم 12، وهي المكان الذي كانت فيه المجموعة الموسيقية. علمت من كتاب جدتي أن المبنى الذي كانت تقيم فيه كان بالقرب من المنحدر، حيث كانت تتم عمليات فرز المعتقلين، وكان هذا كما قالت بجوار السياج. وقد قضيت بعض الوقت هناك. كانت ثكنتي على بعد 20 متراً تقريباً من غرفة للغاز، وهي واحدة من 5 غرف كانت موجودة هناك. رأيت كل شيء بأم عيني. كان هناك طبيب وقائد عسكري عند المنحدر عندما تصل عربة النقل ويتم فرز الوافدين أمام أعيننا. كان يسأل المرء عن عمره وحالته الصحية، وكان الوافدون الجاهلون بالأمر يميلون إلى ذكر أمراض يعانون منها ليوقعوا بذلك على حكم إعدامهم. كان الأطفال وكبار السن أكثر من يتم استهدافهم. يتم الفرز يساراً ويميناً، جهة اليمين لمن يحق له العيش وجهة اليسار لمن سيحرق. وفي الليل اشتعلت النيران إلى السماء. هنا على اليمين واليسار كانوا يجلسون ويتمرنون. يقع المبنى على طرف المعسكر، لكنه كان مجاوراً للسياج الشائك. كان المنحدر خلف السياج مباشرة، لذلك عندما كانوا يتدربون على العزف كان يتسنى للبعض سماع الموسيقى من المنصة. كان من الطبيعي جداً أن يأتي أحد القادة المسؤولين إلى قاعتنا ليسمع شيئاً ما. كان هناك طبيب يدعى منلي يقوم بأبحاث، وكان يتم إحضار النساء إلى المبنى الشهير رقم 10 في أوشفيتس لإجراء تجارب عليهن هناك. بعض النساء أصبن بالعقم وأجريت عليهن تجارب تجرى عادة على القوارض، لكن اليهود كانوا مناسبين بما يكفي لتجاربهم. مات الناس جراء التجارب خلال 2 أو 3 شهور. بقي جوزيف منيلي طبيب معسكري أوشفيتس بيركناو من عام 1943 وحتى 1945، وشارك في قتل 10,000 من الناس. كان يريد سماع مقطوعة حلم اليقظة لشومان، وكان على أنيتا أن تعزف له حلم اليقظة. عزفتها بأسرع ما يمكن ولم أنظر إلى الرجل، ثم خرجت بسرعة. لماذا كتبت عن هذه الحادثة؟ لأنه من المثير للاهتمام أن هؤلاء الناس كمنيلي وأمثاله لم يكونوا أميين. كان يعلم أن هناك مثل هذه المقطوعة، لكنه كان يسأل أسئلة غبية لا يطرحها أحد اليوم. كان يسأل: كيف شعرت وأنت تعزفين مقطوعة لشومان؟ فقلت له: لم أشعر بشيء، وتم إخراجي. لم أفقد هويتي تماماً، فكان يطلب أن تأتي عازفة تشيلو، ليست أي عازفة تشيلو، بل أنا تحديداً، فقد كنت عازفة تشيلو الوحيدة، كنت محظوظة. يا
قضيت 18 عاماً أقود الأوركسترا في بايرويت، وكنت صديقاً حميماً لفولفغانغ فاغنر حفيد ريشارد فاغنر، وقد دلني على القطعة الموسيقية والمقاطع التي كانت عيون القائد تدمع عند سماعها. يقام مهرجان فاغنر في بايرويت كل صيف، وكانت له أولوية قصوى في الدولة النازية، فالمؤلف الموسيقي ريشارد فاغنر هو موسيقار أدولف هتلر المفضل. بالطبع كان الرايخ الثالث حاضراً دوماً، لا أعتقد أنه يجوز فصل التاريخ والاستقبالات والتأثير والأيديولوجية عن العمل. أحياناً يحب الناس أن يقولوا إنهم يعرفون ما حدث وما فعله هتلر وكل الفظائع التي جرت، ويهيب بنفس الوقت بهذه الموسيقى ويعتبرها إلهية، لكنني مقتنع تماماً بأنه لا يمكن للمرء أن يسمح لنفسه أن يكون من عشاق فاغنر بضمير مرتاح عندما يكون مستعداً وفي وضع يسمح له برؤية الوجه الآخر من العملة ومواجهته. كنا من بين أولئك الذين آمنوا بقوة بالقائد وبالفكرة النازية، ويمكنني القول بصدق إننا كنا بصفه في السراء والضراء، ولم يشكرنا أحد أنبل وأكثر سخاء من القائد نفسه. قامت فينفريد فاغنر زوجة ابن ريشارد فاغنر بإدارة مهرجان بايرويت منذ عام 1930. توصل الاثنان إلى تفاهم وفهم حول مسألة فاغنر وبايرويت، وأصبحا صديقين حميمين من حينها. لكن هتلر كان هنا في بايرويت لأن عائلة فاغنر كانت بمثابة عائلة بديلة له، وهو لم تكن لديه عائلة من قبل. يمكن القول إنها كانت استراحة بالنسبة له، وأعتقد أنه من المهم جدا فهم هتلر من هذا الجانب أيضا، من جانب إنسانيته. لكن المروع في الأمر هو أنه يمكن لهذا الفنان الفاشل والمواطن المنغلق المعقد أن يلقي العالم كله في حالة فوضى، وفي هذا الصدد قد يكون هتلر أقرب إلينا اليوم مما نود أن نعتقد. كان الأمر بالنسبة له متعلقاً بالفن، وقد تحدث كثيراً عنه، وكان يفهم موسيقى فاغنر تماماً ويعرف أعماله جيداً أيضاً. وقد أخبرني فولفغانغ فاغنر كيف كان على الشقيقين فولفغانغ وفيلاند الجلوس دوماً بجوار الموقد خلفي هنا والاستماع إليه. حضور هتلر في المهرجان الموسيقي كان دوماً بمثابة بيان سياسي واضح ومفهوم. فنانون عالميون كالمايسترو الإيطالي آرتورو توسكانيني ألغوا حضورهم إلى بايرويت، كما لم يعد المهرجان على التلة الخضراء يرحب بالفنانين اليهود. آخرون لم يسمحوا لتمجيد هتلر أن يردعهم. بحلول عام 1943 كان فيلهلم فورد فينغلر قد قاد 6 حفلات في مهرجان الموسيقى. اعتاد هتلر على دخول الكواليس بعد العروض، وهو أمر غير معتاد لأي سياسي، لكنه شعر بعدها وكأنه فنان بين الفنانين وشعر براحة شديدة هناك. وبالطبع كان مجيء القائد إلى الكواليس تكريما للفنانين، وكان يتحدث إلى قلة منهم ويصافحهم ويشكرهم، وكانوا يجدون ذلك أمرا رائعا. حينها سنحت الفرصة لالتقاء هتلر مع فورد فينغلر.
الليلة ولأول مرة تطلق بولندا النار على أراضينا، حتى مع وجود جنود نظاميين. منذ الساعة 5:45 صباحا بدأ الرد عليهم بإطلاق النار. بدءا من العام 1940 أصبح يقام ما يسمى بمهرجان الحرب في بايرويت. أصبحت موسيقى فاغنر جزءا من آلة الحرب والدعاية. أرادت فينيفريد فاغنر بداية إلغاء المهرجان تماما كما حدث أثناء الحرب العالمية الأولى، لكن هتلر لم يرغب بذلك، فقد كان يهمه جدا أن يستمر مهرجان بايرويت ويبقى مركزا متميزا لمفهوم النازية للثقافة ليخدم أغراض الدعاية ويستمر في العمل حتى ولو توقف هو نفسه عن المجيء تماما. منذ بدء الحرب يمول مهرجان فاغنر الموسيقي من قبل المنظمة النازية القوة عبر السعادة، والتي كانت مسؤولة عن البرامج الترفيهية للجيش النازي. بهذا أصبح الجمهور مقتصراً على الجنود تقريباً، كما استخدمت الموسيقى الكلاسيكية لترافق التدريبات العسكرية في مصانع الأسلحة. يتلقى عمال مصنع برلين الصناعي الكبير معاملة خاصة، حيث تقوم منظمة القوة عبر السعادة بتنظيم حفلة موسيقية. مستشار الدولة الدكتور فيلهلم فورت فينجلر يقود أوركسترا برلين الفيلهارمونية. سنستمع إلى مقدمة مقطوعة أساتذة الشعر لريشارد فاغنر. عندما لا ننظر إلى الموسيقى كحدث موسيقي فحسب، بل وأيضاً إلى الظروف العامة المحيطة بها، فسنجد أنه من الواضح أن الموسيقى قد خدمت أغراضاً دعائية. هذا لا يعني أن شخصاً أو آخر من الجمهور لم ينظر لها كمتعة فنية خالصة تسمح له حتى في زمن الحرب بالهروب من الواقع قليلاً، لكن هذا ما ساهم في نهاية المطاف أيضاً في الرغبة في الصمود لتميل إلى الزيادة بدل النقصان من خلال الموسيقى. في وقت تهاجم فيه قوى العدو ألمانيا من جميع الجهات، قررت الحكومة الألمانية اتخاذ المزيد من الإجراءات للحرب الشاملة وإغلاق جميع المسارح والعروض المتنوعة والملاهي الليلية من بداية شهر سبتمبر. مع ذلك ستبقى مكانة ألمانيا الثقافية عالمية بلا منازع. حتى السنة 5 من الحرب تم الحفاظ على الحياة الثقافية الألمانية، لا بل وازدادت غنى أيضا. كيف يمكن أن تسجل في عام 1944 بعض المارشات الجنائزية من مقطوعة غسق الآلهة لفاغنر، وذلك في الوقت الذي سخرت فيه في النهاية جميع الموارد لخدمة ما يسمى بجهد الحرب الشاملة؟ لكن مع ذلك كانت لا تزال هناك مصلحة معينة للدولة في إجراء مثل هذه التسجيلات حتى النهاية تقريباً.
نعلم أن هناك فرقاً موسيقية في معظم معسكرات الاعتقال الكبيرة. كان لمعسكر داخاو أوركسترا خاصة به ولزاكسهاوزن وبوخنفاولد، وفي أوشفيتس لم تكن هناك فرقة واحدة فقط بل 5 فرق في المعسكر الرئيسي وحده، لذا نعلم أن الأوركسترا كانت جزءاً لا يتجزأ من حياة المعسكر. كنا إذا جاز التعبير نموذجاً رائعاً، فإذا زار أحد المعسكر كالصليب الأحمر مثلاً ليتأكد من أن أوشفيتس معسكر عادي، لا يظهرون له غرف الغاز بل يقدموننا لأننا نبدو لائقين نسبياً، وكانت هناك موسيقى، يجب أن يكون المنظر جيداً. كان الأمر برمته مجرد خدعة هائلة. عروض موسيقية يزورها سكان من جميع الأطياف، سيتم في حفل موسيقي تقديم عمل لمؤلف موسيقي يهودي يعيش في معسكر تيريزنشتات. كان تيريزنشتات ما يسمى بالجيتو النموذجي أو المعسكر النموذجي، وهو عبارة عن بلدة صغيرة محصنة أنشأها النازيون خارج براغ ليظهروا للعالم الحياة الرائعة التي يعيشها اليهود في ظل الاعتقال النازي. سمح النازيون بنشوء حياة موسيقية متنوعة في المعسكر، ومن المعروف أن تلك الأنشطة الثقافية والموسيقية كانت تشكل جزءاً كبيراً مما استند عليه الفيلم الدعائي القائد يمنح اليهود مدينة، والذي تم تصويره هناك. حدث هذا في وقت متأخر جداً في عام 1944، فحينها لم يكن سراً على أحد ولا على الصليب الأحمر ما الذي كان يفعله النازيون باليهود وشعب السنتي والروما والمثليين وجميع الآخرين. لا أعرف لماذا كلفوا أنفسهم عناء صنع هذا الفيلم، فبحلول ذلك الوقت كان معظم اليهود قد قتلوا فعلاً. تم وضع العديد من هؤلاء الموسيقيين والممثلين في الفيلم في عربات نقل، وأرسلوهم إلى معسكر أوشفيتس بيركناو بعد انتهاء التصوير مباشرة. إنه جزء من نفس العقلية وجزء من فكرة أن النازية هي ظاهرة ثقافية، حتى أولئك الذين نقتلهم نريدهم أن يصنعوا لنا الموسيقى. هذه العقلية شاذة للغاية لدرجة أنها تكاد تكون صعبة الفهم، لكنها ضرورية. هذا جزء لا يتجزأ من الطريقة التي تعمل بها دولة هتلر وغوبيلز وهيملر، حيث تم استخدام الموسيقى والفن كجزء من آلة القتل. تدريبات لحفل ذكرى المحرقة في لندن. وضع البرنامج سايمون فالفيش حفيد أنيتا لاسكر فالفيش، وهو نفسه عازف تشيلو ومغنن. كانت أبرز عروض الحفل الموسيقية قداس جنائزي لضحايا تيريزنشتات. كتبت المؤلفة الموسيقية سيلفي بودروفا قداس جيتو تيريزين في تسعينيات القرن الماضي. إنها تشيكية، وبصفتها ملحنة معاصرة فإنها تنقل تأملاتها في التاريخ إلى الحاضر. Hashem Elokeinu.
تستخدم سيلفي بودوروفا موضوعا من قداس ليفيردي، وهو نوع من الشرود فوغا الذي ينشد فيه المغني صلاة يهودية أرثوذكسية كالترانيم. لذلك أنا أغني أغنية اسمع يا إسرائيل، وهي ربما أهم صلاة يهودية على أنغام من قداس فيردي. لم أختر أن أولد في هذه العائلة، وبالتأكيد لا أريد استخدام ذكرى ضحايا المحرقة لتحقيق مصلحة ذاتية. أنا حساس جدا حيال ذلك، لكنه جزء من حمضي النووي، ومهما أفعل فهو يلعب دورا في النهاية. كانت ولا تزال جدة محبة للغاية، لقد حضرت كل حفلاتي من حفلات المدرسة وحتى اليوم. جدتي! أهلا فتى ذكي رائع. شكرا. رائع حقا. هل فهمت كل شيء؟ ليس كل شيء، فالأمر ليس بهذه البساطة. مذهل، متى وجدت الوقت للاستعداد؟ أنا نفسي لا أعرف ذلك. متى فعلت ذلك؟ ربما بين تغيير حفاظات أولادي وأشياء أخرى. بعد عام في أوشفيتس كنت أنا وأختي مريضتين جداً ونجونا بصعوبة من الموت. تم إرسالنا إلى معسكر بيرغن بيلزن. هناك أيضاً قتل والداي، لكننا نتطلع إلى الأمام الآن. نحن ممتلئتان بالأمل وبالشجاعة الجديدة. لقد تحررنا ونأمل أن نرى بعض الأقارب مرة أخرى. في عام 1945 تم تحرير أنيتا ورينات لاسكر، لكنهما كانتا بلا وطن. كان عليهما البقاء لأشهر في ألمانيا لأنه لا توجد دولة تريد استقبال ضحايا النازيين بعد الحرب. أخيراً تمكنت الأختان من الهجرة إلى إنجلترا. هناك التقيتا بأختهما الكبرى ماريانه. في لندن بدأت حياة أنيتا لاسكر الثانية. كان من الأسهل عليها التحدث إلى جيلي بدلاً من التحدث إلى أبنائها. كانت في ذلك الوقت في أوائل أو منتصف العشرينيات من عمرها، وكونت أسرة وكانت ترغب في بدء حياة جديدة وبلغة جديدة. لهذا السبب لم ترغب بالتحدث من نفسها عن تلك الفترة من حياتها. لقد شعرت أنها تريد تعويض الوقت الضائع ومتابعة دروس تشيلو وتكوين عائلة ومتابعة حياتها ببساطة. آلة تشيلو التي أنقذتها أعادتها إلى الحياة. أصبحت أنيتا لاسكر عضوة مؤسسة في أوركسترا تشامبر الإنجليزية، وتزوجت عازف البيانو بيتر فالفيش. قرابة 50 عاماً مرت لم ترجع بها إلى ألمانيا. في عام 1996 كتبت مذكراتها وأصبحت تعرف باسم عازفة تشيلو في أوشفيتس. بقي فيلهلم فورد فينغلر في ألمانيا حتى فترة وجيزة قبل نهاية الحرب. كانت لديه فرصة لمغادرة البلاد، على سبيل المثال عندما عرض عليه منصب قائد فرقة أوركسترا نيويورك الفيلهارمونية في عام 1936. في فبراير عام 1945 وجد هو وعائلته الأمان في سويسرا أخيراً. بعد إجراءات اجتثاث نازية استطاع ابتداءً من عام 1947 الظهور على المنصة مرة أخرى. دولياً أيضاً كما هنا في مهرجان سالزبورغ عام 1954. Thank you.
لنقيم الأمر من منظور ما بعد الحرب، كانت الشخصيات الرئيسية في الحياة الموسيقية في ألمانيا متواطئة مع جرائم النازية لدرجة أنهم لم ينظروا إلى الوراء أبداً، لم يطهروا أنفسهم أو يطرحوا على أنفسهم أسئلة أبداً، لم يفعلوا شيئاً بل استمروا وكأن شيئاً لم يكن، وهذا لأنه لم يحدث شيء فيما يتعلق بالموسيقى. لقد كان رجلاً عظيماً هناك في ألمانيا. لا أعتقد أن علينا إصدار حكم على الأشخاص الذين مروا بموقف لا يمكن تخيله. أنا لا ألوم فورد فينغلر على عدم تركه لكل شيء وراءه والذهاب إلى أمريكا في مكان ما حيث لا يعرف أحد من هو. هل هذا سهل؟ التحدي الحقيقي هو معرفة عدد الأعضاء اليهود الذين تم طردهم. إلى أي مدى كانت السياسة مؤثرة وإلى أي مدى سمح المرء لنفسه أن يكون أداة؟ هذه أسئلة لم يتم توضيحها في كثير من الحالات حتى يومنا هذا. كنت سأسأله إن كان يعلم أين اختفى كل هؤلاء الأشخاص فجأة. تقول والدتي بأنهم سمعوا في الإذاعة ما وجده الحلفاء في معسكرات الاعتقال والإبادة وأنه قال لها لن نكون سعداء مرة أخرى أبداً. في نوفمبر عام 1954 توفي فيلهلم فوردينغلر عن عمر يناهز 68 عاماً ودفن في هايدلبرغ. في عام 2018 حلت ريناتي لاسكر هاربرشت وأنيتا لاسكر فالفش ضيفتان في البوندستاغ الألماني. ابنها رافائيل فالفش يعزف تشيلو. كان لابد من التغلب على الصعوبات التي لا تنتهي قبل أن تتمكن كلانا من مغادرة ألمانيا. استغرق هذا عاماً كاملاً تقريباً، وكنت قد أقسمت ألا أضع قدمي على التراب الألماني مرة أخرى. كان كرهي لكل ما هو ألماني لا حدود له. لقد حنثت بيميني منذ سنوات عديدة ولا أشعر بأي ندم. الكراهية هي سم، وفي النهاية يسمم المرء نفسه. أنا معجب حقاً بالسيدة لاسكر فالفيش والتي تتحدث عما حدث بهذا الشكل الطبيعي. لقد وجدت خطابها جيداً جداً، كما كتبت لها بعد ذلك أنني معجب بما قالته كثيراً. ارتباطها بهذه الثقافة ومصالحتها وقلبها الكبير، كل هذا أجده مدهشاً جداً. هذا ما يعود للموسيقى مجدداً وتأثيرها الهائل على الإنسان، كمقطوعة تأملات لشومان وغيرها، وهذا ما يدل على القوة التي تتمتع بها الموسيقى. الحياة بالنسبة لي جزءان، أحدهما جحيم والآخر حياة طبيعية. أتعلمون؟ لقد نجح النازيون في تدمير الكثير، أما الموسيقى فلا يمكن تدميرها، يمكنك المحاولة لكن هذا مستحيل. Thank you.
Thank you.